لم تعد المياه فيه عذبة ولم يعد يتغنى بجمال منظره. ها هو الفرات يصل إلى مرحلة يرثى لها، فبعد أن قسى الجفاف عليه وأنهك روافده، ها هي المياه الآسنة والنفايات التي ترمى على عموده، تتسبب برفع نسبة التلوث فيه إلى مستويات تعتبر الأكثر خطورة، حيث ارتفعت نسبة الملوحة إلى 400 درجة، بينما الطبيعي لا يتجاوز 50 درجة. مديرية بيئة الأنبار هي متابعة مصادر المائية ومدى تلوثها من الأنشطة الملوثة للنهر. قامت مديرية بيئة الأنبار بإزالة التجاوزات على نهر الفرات. أما بخصوص محطات معالجة أو محطات الصرف الصحي موجودة في مدينة الرمادي، فتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقها، وهي غرامات وغرامات متراكمة، يعني كل شهر تتضاعف على هذه المحطات لحين إزالة المخالفة. بخصوص جدول الورار، هناك محطتين مال المعالجة صرف صحي للتأميم، هي H1 والD1، وعليها أيضا إجراءات قانونية، هي غرامة. العوائل في محافظة الأنبار باتت تشكو من زيادة الأمراض بسبب تلوث المياه وعدم وجود محطات تعمل بشكل جيد لتصفيتها قبل وصولها إلى المنازل، لتتصاعد مطالباتهم بفرض رقابة صارمة على المتسببين بزيادة التلوث على النهر وإيجاد حل لهذه الكارثة بالسرعة القصوى قبل تفاقمها بشكل أكبر. الصيد الجائر اللي يصير استعدنا حاليا، يعني الصياد كان يكتفي بالشبكة، يكتفي بالخيط اللي يصيد به، هسه يذيب سم، هاي المادة السمية هم تروح للمصافي أو التصفية للمياه وتروح للمواطن عن طريق المياه اللي توصل للبيت. طبعا للأمانة أمراض اللي صارت عندنا خلال فصل الصيف، أكثر اللي كانوا يسبحون بنهر الفرات صار عندهم أمراض جلدية، إضافة إلى أمراض أخرى، يعني تعرف أنه المياه أملاح عالية، نسبة تلوث عالية، أكيد تجيب أمراض وتسوى الكثير من الأمراض. وفي السياق ذاته، أكدت إحصائيات تجاوز عدد المرضى بالفشل الكلوي 1700 مراجع شهريا لمركز غسل الكلى في الرمادي، بينما لم يكن يتجاوز عددهم في الفترة الماضية 1100 مريض. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة.